نحن في عجلة تطوير تسير من حين إلى آخر. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بأحسن تكوين. انطلاق أشعل شمعتك بهذا العالم والشبكة العنكبوتية والتكنولوجيا المتطورة لتكون المنبر الوحيد والقريب من الجميع، لنوصل لجميع العالم النصيحة المفيدة والطريقة السليمة لامتلاك جسم صحي وسليم خالي بعيدا عن الأمراض. أشعل شمعتك ليس منبر لطبيب أو خبير، بل هو كادر كبير يضم خبراء وأطباء وعلماء كرسوا أنفسهم وعلمهم ودراستهم ليضعوها بين يديكم أينما كنتم. أسرار الطبيعة والفواكه والخضروات والبقول هي العلاج الأول والأخير. إن اكتشفناها لن نحتاج لزيارة طبيب. هاي يا حلوين، كل يوم بدنا نستفيد معلومات جديدة، وأسئلتكم دائما بتهمني مشان أقدر أعطيكم المفيد، مشان أقدر أوصلكم لبر الأمان. إن شاء الله الكل بيستفيد. طبعا هذا الدرس خصوصي للطلبات الكتيرة يلي كانوا عم يطلبوا مني ترهل الصدر، واللي زعلني إنه ترهل الصدر عند بنات 20 سنة و 25 سنة. كتير زعلت، لقلة الحركة، قلة الغذاء، الأكل الجاهز من برا، البرجر دائما والبطاطا المقلية. هاي كلها مواضيع حنتكلم فيها. اللي هام الموضوع يشوف الموجز، رح أتكلم عن ترهل الثدي وعن أسبابه وعن أعراضه وعن علاجه وعن التمارين اللي بدنا نستخدمها. قبل ما ننتقل للتمارين وكيف نعالج الصدر وكيف نعمل أعشاب وكيف نستخدم الزيوت، لازم كلياتنا نعرف شو أسباب ترهل هذا الصدر، وخصوصا عند الصبايا، عند البنات اللي لسه ما تزوجوا، لسه ما خلفوا، لسه ما حسوا بالأمومة، لسه ما رضعوا الأطفال. شو أسبابه؟ أسبابه كتير كتير عادية جدا. لازم نتابع كل شيء بحذافيره، لازم نعمل غذائنا غير، لأنه حتى الثدي هو بيتأثر بالغذاء، بيتأثر بالنوم، بيتأثر بالهرمونات، بيتأثر بأشياء كتير. وقلة الحركة هي أساس ترهل الثدي. عنا الشيخوخة وكبر بالعمر، أصلاً بعد سن 30 الهرمونات بتقل وبتنخفض عند المرأة أو عند الرجل، مشان هيك بتلاقوا المنكنة، المكان هذا اللي هون بيكون مرن، بيبلش ينزل، وخصوصاً إذا كان هذا الشخص بأساس عمره ما عم يلعب رياضة، ما بيحرك هذا المكان. لأنه شوفوا، نحن لو منحرك هاي المكان كله ومنشتغل، بيقولك أنا ما بقعد دائماً بشتغل بالبيت، الثاني ما بيقعد دائماً برا، بس أنت عم تحرك إيديك، هذا صدرك واقف، ما عم تقدر تحرك هذا المكان، هذا المكان دائماً سايلنت. مشان هيك بيترهل، ومع كبر العمر إجباري بيصير انخفاض لمستوى الاستروجين بالجسم، وهذا بيؤدي لترهل الثدي. مثلا عندنا التدخين، عندنا الأرجيلة، او انت جالس بمكان مدخنين، هذا كمان السبب لحتى مرونة الجلد بهذا المكان يفقد المرونة تبعه، يفقد بروتين، وهذا بيسمى الإيلاستين. وهو اللي بيحافظ اصلا، الإيلاستين هو اللي بيحافظ على مرونة الجلد السليمة. لما بنيجي مندخن وكثر الدخان وزيادة الدخان وبتقعد بالصدر وانت جالس وما عم تتحرك وما في لعب رياضة وما في دائما تنظيف للرئتين، هذا بيفقد المرونة بالصدر. الحمل هو اساسي انه بيتسبب بترهل الثدي، لانه كل النساء اللي عندهم عدة حمل، اللي بتحمل 5 مرات 6 مرات 7 مرات، أكبر عرضة وأكبر مشكلة إنه ينزل صدرها، وخصوصاً
لما بيجي بينزل وزنه بعد ما تولد وما بتحاول تعمل تمارين رياضية تاخذ أشياء ترجع جلدها. ترى هو مو الأساس بجوا الصدر، الأساس كمان بالجلد. إذا ما رجعتي جلدك وعطيتيه أعشاب وغذاءات وزيوت ترجعيه مثل ما كان، أقل شيء هذا تمارين لثلاث شهور كل بين الحمل والحمل. سبحان الله بالقرآن الكريم ليش قالوا وحولين كاملين؟ يعني لازم يكون حولين بين الطفل مشان انت تقدري تستعيدي قوتك وتاخدي فيتامينات وترجعي قوية وتشدي كل جسمك ترجع كأنك صبية. الوزن يا حبايبي، الوزن كمان الكتير بيخلي الثدي ينزل. لو احيانا الوزن ما بيكون بهالمنطقة، بيكون الوزن مثلا من المنطقة السفلى، بيصير في ترهل لانه كثرة الدهون وبيعمل شد للصدر بيقوم بيصير بيترهل. في عندكم الوراثة، الوراثة في لها أسباب مذكورة بس ما في ولا دراسة أكدت للوراثة. في ناس حكت بالوراثة، في ناس قالت لأمبلا في وراثة، بس ما في تأكيدات للدراسات. اللي بيجيب دراسات وبيقلك أنا مثل أمي، وأنا سمعتها كتير، أنا مثل جدتي، ترى ما في سبب للوراثة لأنه لحنا من إيدينا بنقدر نغير كل عوالم جسمنا ووجنا وشكلنا. وأصعب أصعب شيء إنه الصبية بتكون سن 20، 23، 25، وخص يعني الأصعب إنه لسه ما تزوجت ولا حملت. كيف هي عم ينزل صدرها ووزنها مش كتير؟ هذا يا حبيبتي من قلة الحركة، من قلة التمارين الرياضية، من قلة استعمال الزيوت، من قلة الاعتناء بالجسم، من كثر الأكل الجاهز، من قلة الغذاء، من قلة أكل الخضار، من قلة شرب المي. هذا كله بيأثر بيتها الصبية الرائعة، وخصوصا لما تكونوا بالمراهقة. بسن المراهقة إذا ما كان غذاءكم كامل لح يمشي معكم طريق موديلكم وجمالكم على حسب غذاءكم، وحتكبروا معه وحيصير في صعوبة للتغيير. عشان هيك خلينا نغير من نفسنا من بداية حياتنا. أول ما نصير بسن البلوغ هذا ما حيتغير خلقنا. خلصنا من الأسباب والأعراض، شوفوا شغلات بسيطة انتو احنا عم نستخدمها عم تسيء لحياتنا ولجسمنا ولصحتنا. مشان هيك انا بدي اياكم تتبعوا غذاء كامل ونمشي على وتيرة معينة. والعلاجات في المنزل، انتبهوا من العمليات. صدقوني قدام عيني وانا انسانة عم اجرب وعم عالج، وشفت اللي عملوا عمليات وكبروا صدرهم وشدوا صدرهم وساووا سيليكون. ما بدي احكي شو عم بيصير فيهم لانه الله يعينهم ويساعدهم، خلص انهم اشتغلوا بنفسهم وخربوا حياتهم. اما اللي بيشتغل بالمنزل حيرجع صدره كأنه صبية لسه صغيرة. ولو كان عمرك 40، ولو كان عمرك 50، ولو كان عمرك 60، حل مشكلتك بين ايديك يا حبيبتي. حل مشكلتك انت اللي بتساويها. غذاء كامل، نوم في الليل، تمارين رياضية، فيتاميناتنا كاملة ما شاء الله، وبثمن قليل جدا جدا. يعني ما بتتكلفي بالمبالغ الخيالية اللي بيساووها بالتجميل. سارعي وبسرعة ولا توقفي. 10 دقائق ما بتاخد معك مدة التمارين الرياضية اللي تلعبيها. وكيف حنستخدم السجك، وكيف حنستخدم الروفلوكسولوجي، كتير حترتاحوا. والألوان كمان كتير حترتاحوا. يسعدكم ربي. أول علاج بدكم تتبعوه هو الثلج. لح نجيب الثلج ولح ناخد المنطقة هاللي هون، منطقة الرقبة. أنا هعملكم صورة، شوفوها منطقة الرقبة من ورا. هاي منطقة الرقبة دائما لازم نعرضها للشمس الصباح 10 دقائق. انتبهوا شلون القصة بدها تصير. بعدين حنجيب الثلج ونحطها بنفس النقطة على الرقبة. نضل حاطينا قطعة ثلج هالقد صغيرة، نضل حاطينا لين تدوب. جسمكم كله مو بس الصدر رح يتفاعل ويشد، وحتقولوا لي شو النتيجة اللي انت حسيتي فيها، ورح تستفيدوا جدا جدا. بعدين حنكون مجهزين المكعب الثاني. بعد ما نتعرض للشمس 10 دقائق يخلص مكعب واحد بهالمنطقة هاي، حنجيب مكعب تاني نحطه على الصدر، نضل عم ندوره بهالطريقة هاي. طبعا هاللي بده يعرف شلون الطريقة بالضبط يدخل علي على التطبيق وانا بقول له كيف. هون لانه صعب، في كتير ناس
بجننوا، هنمسك المكعب ونعمل بهالطريقة هاي على كل الصدر كده الصدر، ونضل عم ندور عليه بدائرة لجوا، رد لفوق لجوا لمدة دقيقتين. بعدين الصدر الثاني نفس الشيء. بعد ما نخلص التدليك بالثلج هنستلقي على الأرض وناخد تنفس عميق، ونقعد نجيب بخيالنا صدرنا كيف صار، لأنك أنت أصلاً حتحسي بصدرك شو صار فيه. هنساوي للصدر الثاني كمان نفس الطريقة، بعدين هنستلقي على الأرض ونحن مادين إيدينا بهالطريقة هاي مستقيمة، هاي إيدينا شايفين، ونحن منسدحين على ظهرنا ورجولنا كمان، وكلياتنا مسترخين، ونعمل تنفس عميق ونجيب صورة، لأنك أنت هيجيك هالإحساس وأنت عم تحطي الثلج، نجيب صورة شو إحساسك وأنت عم تحطي الثلج، هتحسي عضلات جلدك عم تشد. إذا كان الترهل عندك وسط بتساويها مرتين بالنهار، إذا كان عندك الترهل كتير صعب بتحددي كل 4 ساعات بتعمليها، كل 4 ساعات بتعمليها، لأنه خلال أسبوع كامل هتشوفي صدرك صار غير. هاي أول خطوة من خطوات شد الصدر. هلأ حنجيب زيت الزيتون، وكتير أنا تكلمت على زيت الزيتون وفوائد زيت الزيتون وشرب زيت الزيتون، بليز انتبهوا على الكلام اللي أنا بكتبه كتير حتستفيدوا. لحنجيب 2 معلقة بالضبط كل ليلة، نحن عم حطينا الثلج طول النهار، وكل ليلة قبل ما ننام بتناموا بزيت الزيتون بتحطوهم، بعدين بتمسكوا زيت الزيتون بتحطوا زيت الزيتون وانتم مستلقين من تحت لفوق من تحت لفوق، وبتضلوا عم تدلكوا بهالطريقة هاي، يعني هاي صدرك من تحت لفوق من تحت لفوق، هيك بتضلي عم تدلكي لفوق، بتطالعي صدرك، بتضلي عم تدلكي لمدة 20 دقيقة. ترى شغلة مو سهلة، هذا بس حيرجعك جديدة، واحدة جديدة ما كأنها حملت أبدا، ولا كأنه ترهل صدرة، ولا كأنه كانت عم تردع بالأصل. أوكي؟ 2 معالق وبتناموا، والصبح بس منغسله بالماء وبتجففيه بمنشفة كتير ناعمة، هيك بتساوي المنشفة، ومنجيب الثلج ونرد منعيد الثلج اللي قلت لكم. الثلج يوميا لازم نعمله يوميا، زيت الزيتون بالليل مش يوميا، يوم ايه يوم لا، لانه زيت الزيتون بيضل محافظ على البشرة، وتاني يوم كأنك لساتك حاطة زيت زيتون. التلج كل يوم، زيت الزيتون يوم ايه يوم لا. اوكي، هلأ يوم حمامنا. طبعا احنا متفقين انه احنا ما حنتحمم كل يوم كل يوم شان شعرنا، بس يوم اللي بدك تحممي شعرك 2 مرات بالاسبوع، يعني 2 مرات بالاسبوع لح نستعمل هاي الوصفة اللي هعطيكم اياها، عصير الخيار، صفار بيضة واحدة، نص معلقة زبدة. جيبوا زبدة بتجنن، خلطوهم كلهم مع بعضهم، عمليهم طبقة على صدرك من تحت الرقبة لتحت الصدر، حطيها طبقة بدون ما تحكي وبدون ما تدلكي وانسدحي. أول شيء لو ما عصرتي الخيارة بالعصارة تاخدي الموية خلطيها بالخلاط ما عندك مشكلة، يعني بتحطي الخيارة والبيضة والزبدة بقلب الخلاط بتخلطيهم مع بعضهم لحتى يصيروا عجينة كاملة، وبتحطيهم على صدرك كامل وبتنسدحي وبتسترخي وبتعملي تنفس. طبعاً هاي رح نعملها 1 مرة بالأسبوع أو 2 مرات إذا كتير زيادة أنت صدرك نازل، أما إذا مو كتير نازل 1 مرة. لما تكون تجوا تغسلوا ما بتحطوها تقريباً شي نص ساعة 3/4 ساعة، كتير مفيدة، فيها بروتينات فيتامينات كتير مفيدة، هاي كأنك رحتي عند دكتور وبدك تساوي سيليكون، كتير مفيدة، وانتو حتشوفوا النتيجة من أول مرة. لما بتكون تفوتوا تتحمموا انتبهوا تتحمموا بالمية الحارة، المية الحارة هي اللي بتعمل للجلد نزول وسلوليت، لازم تغسلوها بالمية الباردة مظبوط، أو إذا انتو عام ما بتحبوا المية الباردة براحتكم، لازم تغسلوها بالمي الباردة بعدين تحمموا براحتكم، بس هذا المكان بعد ما عملناه بالبيض والخيار والزبدة لازم يتغسل بالمي الباردة. هلأ عنا وصفة تانية لهاللي الناس اللي في عندهم بصدرهم أو على حلمة الصدر سواد، نقط سودة زي الزيوان اللي بيطلعوا بالوجه، أو قيح أو حبوب، كتير بتطلع لحبوب، أو في مثلا تسليخ تحت الصدر، شلون كيف نازل الصدر،
طبعا هي كل الوصفات عم بعطيكم اياها على حسب انا ما شفت وعالجت الناس. اللي عنده هي الشغله بيجيب بصل بيعصره مثل ما عصرناه، وشوفوا كيف عصرناه، ومعلقه عسل معه وصفار بيضه، هذا بيروح التهاب الصدر كلياته كامل. طبعا هي ما بتنهي عن الوصفه هذيك، اللي عنده حبوب وقح بيستعمل هي الوصفه، اما هذيك الوصفه اساسيه تبع البيضه والزبده والخيار. هاي الوصفه اللي معه حبوب، معه زيوان، معه تقيح، معه تسلخ، يساويها، يخلطهم كلهم مع بعضهم، يدهن صدره، يجلس نص ساعه كده يسترخي، وبعدين بيغسلها بالمي البارد. هلا هي الوصفه اللي حاعطيكم اياها رائعه وكثير حلوه، الحلبه. بنحط الحلبه مع بياض، مع بيضه، سوري، بيضه كامله، بياضه وصفاره، والحلبه، معلقه حليب نيدو، اوكي، معلقه زيت زيتون، بنحطهم كلهم مع بعض وبنحركهم. هاللي بده يكبر صدره حيكبر بهالطريقه. بعد ما نعمل الثلج هذا ما في له غنى، اللي بده يكبر صدره بده يتبع كل الخطوات، اللي ما بده يكبر صدره بس بده يشده هي الخلطه ما يتبعها. ناخذ بيضه، بعيد، ناخذ بيضه، حلبه، معلقه زيت زيتون، عسل، بنحطهم كلهم مع بعضهم بنخلطهم وبنحطهم على الصدر لمده ساعه كامله. بعد ساعه بنشيلهم وبنغسل صدرنا بالمي البارده، وباذن الله لمدة 21 يوم رح تلاقوا حالكم ما شاء الله تبارك الرحمن. شغلة هلأ رح نجيب زبدة الشيا، وكلياتنا بنعرف شو هي زبدة الشيا، رائعة. أقل شيء مرة بالأسبوع، يعني هلأ أنتوا حتكون أطباء نفسكم، أنا أعطيتكم الوصفات، أي الوصفات كلها لازم تاخدوها، بس أنتوا بتنظموا، في منا مرتين بالأسبوع، في منا كل يوم، في منا 3 أيام بالأسبوع. زبدة الشيا مرة بالأسبوع، يوم الحمام الرسمي اللي بدك تتحمميه بتعمليها، بتضلي عم تدلكي فيها 20 دقيقة بالضبط، وانت عاملة استرخاء، حاطة موسيقى، بتكوني بأحق بأجمل وقتك، بتحسي انه صدرك بجنن، بتحبي نفسك، بتحبي صدرك، متأكدة انك حتتعالجي بإذن الله تعالى. ممتازة زبدة الشيا، ممتازة. بدنا نستعمل الأوليفيرا، والأولوفيرا أنا تكلمت عليها كتير وقلت لكم هاي مهمة لكل جسمنا، بشرتنا، جسمنا، شعرنا، عيوننا، التهاب، شرب، لكل شيء. رجعوا لفيديو الأولوفيرا وشوفوا أنا شو تكلمت على الأولوفيرا بالتفصيل، كتير حتستفيدوا منها. وحاولوا أنكم دائما يكون استخدامكم اليومي، لأنه في إلى كتير علاجات. أما اليوم عم نتكلم على علاج الصدر، بتجيبي معلقتين من الأولوفيرا، ودائما لما تكون تازة، يعني كل ما بتقطعيها من الزريعة بتقيمي الجل بتطحنيه بالمدق الهاوي، قلت لكم شوفوا الفيديو، وتحطيه على صدرك، بتضلي عم تدعكيها تدعكيها لمدة دقيقتين أو 3 دقائق، بعدين بتستلقي على ظهرك، بتضلي لك تقريبا 20 دقيقة بالضبط، بتغسليه بالمي الباردة، بعدين بتجيبي، بتكوني انت اصلا حاطه ثلج بالثلاجه، بتجيبي قطعتين ثلج اذا ما كانت المي بارده، لانه في بلدان بتكون اصلا المويه عم تنزل حاره، يعني ما حتستفيدي. بتجيبي الثلج وبعد ما تغسلي اذا كانت المويه مو كثير بارده عندك، وبتحطي الثلج وخلص خلصتي اليوم. هاي كل الخطوات اللي عم بعطيكم اياها، كل ما بقلكم يوميا، يعني الألوفيرا يوميا بتقدر تستخدميها ما عندك مشكله، غيرهم عم قلكم يومين، غيرهم عم قلكم يوم، مرة بالأسبوع. لاحظوا على النظام، النظام جدا جدا مهم، وشو الخطوات اللي بدك تمشيها وشلون بدك تمشي فيها، هي كتير مهمة لصدرك، صدرك حيستجيب معك. في عنا قناع الطين، وقناع الطين هذا رح أتكلم عليه بفيديو خاص مشان قلكم كيف استعمالاته، كيف شو تضيفوا لإله، إن كان للبشرة، لنضارة البشرة، إن كان للصدر، إن كان للجسم كامل، إن كان للأظافر، ترى كله مفيد. هذا اسمه طين رسول، رح سجلكم الاسم مشان تعرفوا كيف تنكتب، هو رسول كلاي، مو رسول، رسول صلى الله عليه وسلم محمد، لا تلخبطوا، صاد را صاد صاد لام كلاي. هذا الطين بجنن للصدر، بس تجيبي هذا الطين لانه فيه مغناسيوم، فيه حديد، فيه بوتاسيوم، فيه سيليكيا،
هاي الفيتامين بتفيد الجسم، بتعطيها مرونة، بتخلي الصدر يحافظ على الخواص المفيدة. فيتامين السيليكيا هو اللي بيحافظ على الجلد، بيحافظ على المسامات اللي بالصدر اللي ما بتخليه تترهل. يعني إذا عملنا هذا الرسول كلاي، إذا عملنا بناخذ منه 3 معالق، بنحط عليه مي، ما بنحط معه أي شيء لأنه أصلاً فيه كميات من الفيتامين، وبعدين بنجمعهم، بنضل عم نعمل لهم عجينة، وبنحط العجينة من عند أسفل الرقبة لين تحت الصدر، ونخليه لين ينشف تقريباً، هو بده يبغاله تقريباً نص ساعة. بعد نص ساعة بنقوم بنغسله بالمي الدافية، مش الحارة، دافية. بعدين بنجيب قطعتين من الثلج وبنحاول نعملها مثل ما تعلمنا كيف نعمل التدليك بالثلج، وشوفي صدرك كيف حيصير من أول مرة، من كتر ما أنه سحري من جد، بتحسين من أول مرة عمل شيء بالصدر، غذاه، عطاه شيء شد. هلأ لحنا خلصنا الوصفات، هاي الوصفات حتداوموا عليها كلها، ما حدا يقلي بس نستعمل هاي بتصير، هاي نستعمل، كل وصفة في إلها شغل. ولاحظتوا وصفات يوم، وصفات أسبوع، وصفات بالشهر، وصفات كل يومين، وصفات كل 3 أيام، وصفات بالليل، وصفات بالنهار، هاي كلها بتكون تتابعوها. أما هلأ رح نتكلم بالسوجيك، ورح تحافظوا على نقاط معينة كل ما بتعملوا وصفة من هالوصفات أو بتعملوا تدليك من هالتدليك اللي علمتكم إياه، رح تستعملوا نقطة السوجيك المفيدة لترهل الصدر. السوجيك حكينا كتير لحنا على المراكز الكف، المراكز الكف اللي قلت لكم عليها بعدة فيديوهات، لما عالجنا الغدة الدرقية، لما عالجنا الجهاز الهضمي، لما عالجنا عدة نقاط، وهاي بتروح السلاليت وبتروح كمان الترهلات اللي بالجسم. وقلت لكم انتوا عملوها بدون لسه ما تتعبوا او صار معكم اي شيء، ساووها لحالكم لانه جدا مفيدة وجدا رائعة، وانتوا اصلا عم تعملوا تحفيز لكل جسمكم. كان هيك لما ندلك هاي المناطق بيصير بيعطي رسائل لجسمنا، للاعصاب تبعاتنا انه اشتغلوا. نجي لحنا منحط الاقنعه اللي تعلمناها، رح تستفيدوا فورا، ورح تعطي رسائل ايجابيه فورا، وانتوا حتشوفوا التغيير ما شاء الله تبارك الرحمن. والاماكن هاي، اول شيء الشاكرا الجذر، شاكرة القاعدة، شاكرة اللي بالصرة، لا تنسوا هاي كلها شاكرات، يعني عندكم 1 2 3 4 5 6 7، هدول النقاط، 7 شاكرات لازم كل يوم نحفزهم الصباح، نعمل التنفس العميق. وقلت لكم تقدروا مو بالقلم السوجك واحدة واحدة، نقدر نجيب الفرشاية، نقدر نعمل بالفرشاية هيك كلياتها لإيدينا ونعملنا مساج كامل جسمكم. انتو حتحسوا بطاقة، حتحسوا بحرارة عم تمشي بجسمكم ممتازة. هاي إيدينا اللي قلت لكم عليها، كل واحدة من هالنقاط 30 ثانية نضغط عليها مظبوط، وبعدين اعملوا الخلطة اللي بدكم اياها وشوفوا كيف حتختلف. جربوها بدون ما تضغطوا هون، وجربوها بالضغط على الإيد، شوفوا الاختلاف، اختلاف 150 درجة، اختلاف هائل مو طبيعي ما شاء الله. لما بتكوني انت طاقتك كتير قوية وعالية وانت شغالة فيها رح تعطيكي غير. هلأ رح ننتقل للألوان، وقلت لكم الألوان للتجميل شو هو؟ اللون البني، واللون البني ممتاز مكان صدرنا لحنا هون، بس إذا ما في عنا ولا مرض من الأمراض الصدرية رح نحط اللون البني. بس إذا واحد عم يسعل، واحد معه التهاب بالرئتين غير شيء، بده يحكي معي مشان أقول له شو يعمل. أما للتجميل اللون البني، اتفقنا إنه اللون البني، اللون البني الغامق أو الأسود إذا كان فيه ترهلات كتير، حنحطه بهذا المكان. نمسك إيدنا، شايفين هون مكان الصدر، هون وهون، منلون هالمكان هذا ومننافي. بتحبي تحطي ليمون قبل ما تنامي، بعدين تلوني وتغطيه بقلب شاش ولزيت ونامي، حتحسي كمان كتير انك انت اختلف معك.
بس مثل ما قلت لكم كل الامور مرتبطه ببعضها، بدنا نمشي بخطوات وندير بالنا على بعض وتشوفي صدرك كيف حيصير. من جد لمده 21 يوم انا من عندي عم بعطيكم اياها، لو مشيتوا على نظام معين وانتوا وصلتوا للهدف اللي انتوا راسمينه رح تشوفي صدرك كانك عملتي له سيليكون. هلا وصلنا للتمارين، والتمارين مهمه جدا جدا جدا، مهمه كثير. وفي انواع من التمارين بس صعب اعملكم اياها اعتذر، بس هاللي بده التمارين مظبوطه يدخل علي على التطبيق وانا هعطيكم جدول كامل تمشوا عليه باذن الله واخدمكم فيه، لانه بقدر اتواصل معكم صوت وصوره وقلكم وين الاماكن اللي تعملوا فيها رياضه، لانه صعب على العام نقعد نشتغل. ان شاء الله حتستفيدوا من هذا الموضوع وتعملوا عمليه تجميل لترهل الصدر بايديكم. وهاللي بده يكبر صدره بقدر اقول له ان وصفه يركز عليها وبيكبر صدره، وهاللي بده يصغر صدره بقول له ان وصفات يركز عليها وبيصغر صدره. هاي كلياتها اللي اعطيتكم اياها بخطواتها. جهزوا الاثقال، الاثقال تكون 1 كيلو، طبعا انتم شفتوها باول الفيديو بالسلايد، بس 1 كيلو مشان ما نقدر نكون نعمل عضلات، لان نكون جسمنا جسم انثى. لا تكتروا، حتى اذا لقيتوا 0.5 كيلو افضل، يا نص كيلو يا كيلو، بس كيلو ما بيحكي شيء، بيسرع بعمليه شيل الترهل تبع الجسم. حاولوا تديروا بالكم على حالكم، انتبهوا من عمليات التجميل بليز، هي صحتكم، هذا صدركم، لانه كل وحده عملت عمليه تجميل انا عم بنصحكم فيها ما عاد حست بمشاعر الامومه ولا الرضاعه ولا اي مشاعر بالدنيا. هذا اهم كثير. الله يبعد عنكم التجميل يا رب، ويقرب لكم التجميل الحقيقي والتجميل اللي ربي خلق لنا اياه، والتجميل اللي بايدك وببيتك وبارخص الاسعار بتقدري تساويه. طبعا عمليات التجميل نفس قص الشعر والاعتناء بالشعر، في ايام معينه بالشهر لازم نحن نعمل الماسكات، لازم نعمل الترهلات اللي بتجي لجسمنا مشان تفيدك اكثر. يعني مثلا لو عملتيها اي يوم بيكون مثلا القمر مو ببرجك، مو بيوم ميلادك، هذا القمر بيقدر ياثر عليكي، وخصوصا اذا كان المريخ، القمر كان ببرج المريخ، هون القمر ممنوع احد يعمل خصم 13 14 15 و16 و17، ممنوع تعملوا اي شيء للبشره. وطبعا انا هلا عم بعملكم الجدول مشان تستفيدوا كلياتكم كيف تقصوا شعركم بأي يوم بالشهر، كيف تعملوا تجميل بأي يوم بالشهر، كيف بتقدروا تعملوا رياضة بأي يوم بالشهر. حتقدروا تقسموا أيامكم، حتقدروا تعرفوا مين مثلا برجه، خلينا نقول مثلا القمر ما بيكون متصل بالمريخ، فورا نعملي عملية تجميل. أما إذا كان القمر بالمريخ ببرج من الأبراج الـ 12، أي برج من عندكم انتبهوا تعملوا عملية تجميل، في ابراج ما بيواتيه وفي ابراج بيواتيه. وهذا كلياته الجدول انا هعملكم اياه مشان تقدروا تمشوا عليه بجميع الاشهر لسنه 2019، ورح تستفيدوا اي يوم نقص، اي يوم نعمل عمليه تجميل، اي يوم نمشي رياضه، كثير حتستفيدوا باذن الله. بس هو موضوع كثير طويل وعم حاول اختصر لكم اياه وقلل لكم اياه مشان تقدروا تمشوا عليه. واي واحد بده يعمل عمليه تجميل لازم يكون الشمس ببرجه، يعني مثلا خصم برج الحمل اذا لقيتوا الشمس، قالوا اليوم تبعات الابراج الشمس ببرج الحمل او ببرج العقرب، فورا قوموا اعملوا تدقلي. لحنا كلامنا انه نعمل عمليه تجميل، مش العمليات التجميل برا، لحتى لحنا لما عم نعمل للترهل عم نشد بشرتنا عم نظبط حالنا، هي اسمها عمليه تجميل. بس لما بتعمليها بوقت مناسب للقمر ولبرجك وليوم مولدك حتعطي نتائج 100%. مشان هيك انتوا بتشوفوا في ناس نجحت معهم عملية التجميل وفي ناس ما نجحت معهم عملية التجميل، لانه هن اذكياء ومثقفين عم يتابعوا العلم اول باول. وهلا ما بقلكم الا باي، بدي استودعكم لله، ربي يوفقكم ولا يغير عليكم الا للافضل والاحسن. كونوا ناس ايجابيين، تحملوا الناس السلبيين ودعوا لهم انه ربي يفرج عليهم، لأن دعائنا لحنا الناس الإيجابيين النضاف المتسامحين لحياة
تطلع الذبذبات الحلوة من عنا وتأثر عليهم، إذا مو اليوم بكرة، وإذا مو بكرة بعد بكرة. بس الأخلاق هي الأول والأخير، والرسول هو اللي علمنا أخلاق ديننا. يا رب يوفقكم ويعطيكم الصحة والعافية. بحبكم كتير. باي.